صنعاء تعلن لأول مرة منذ سنوات وصول سفينة تحمل 724 حاوية إلى ميناء الحديدة. تفاصيل عاجلة. وصل عدد من السفن التي تحمل بضائع منها سفينة حاويات تحوي 724 حاوية إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، في مؤشر على رفع القيود المفروضة من التحالف على الميناء الخاضع لسيطرة حكومة صنعاء. وصول سفينة الحاويات لأول مرة إلى ميناء الحديدة منذ سنوات وسط مؤشرات على استعادة الميناء لنشاطه الذي توقف جراء الحرب. وزير النقل في حكومة صنعاء عبد الوهاب يحيى الدرة أكد في مؤتمر صحفي السبت عقد في الميناء بتزامن مع وصول تلك السفن أن السفن القادمة بدأت تتجه مباشرة من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة بعد التفتيش مباشرة دون أي تأخير، وأوضح أن من بين السفن 18 سفينة تتجه من موانئ الشحن إلى ميناء الحديدة وصليف ورأس عيسى، مؤكدا أن موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى تستقبل كافة أنواع السفن المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية والحاويات. وأشار إلى أن الأرصفة مليئة بالسفن التي يتم تفريغ حمولاتها والعديد منها تنتظر في الغطس تدخل حيز التفريغ، لافتا إلى حرص مؤسسة موانئ الحديدة على تقديم التسهيلات الخاصة بالنشاط الملاحي واستقبال السفن وسرعة إنجاز الإجراءات اللازمة. ونوه وزير النقل بدور طواقم العمل في ميناء الحديدة التي تبذل جهودا فاعلة في تمكين السفن من الرسوب والتفريغ خلال وقت قصير، كما أكد أن دخول السفن تتوالى يوميا بما فيها سفن تصل لأول مرة محملة بالزيوت وغيرها، بما يكفل تغطية احتياج 70% من أبناء اليمن عبر ميناء الحديدة باعتبار حصولهم على الاحتياجات من أقرب الموانئ والمطارات حقا من حقوقهم. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.